أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه المؤمنين. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدانيته يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك في فجرنا هذا يا أرحم الراحمين أن تجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. آمين. وأن لا تجعل الشيطان فيها حظا ولا نصيبا. اللهم آمين. ونواصل أيها الأحبة الكرام هذه القراءة المباركة في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ومن باب بيان أن الدين النصيحة، باب بيان أن الدين النصيحة، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. متفق عليه. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأيام، وهو من أواخر الصحابة إسلاما بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى بضعة أشهر، أنا لا أذكر بالضبط، إما 40 يوم أو 100 يوم، فهي أيام تعد للأيام رضي الله عنه وأرضاه. وقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع 150 رجلا، أتى بهم إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجرير له أحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في النصح. والحديث الذي معنا من أقصر الأحاديث في بيان النصيحة، فهو يخبر أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. النبي قال له: قول فيما استطعت، فلقنني فيما استطعت، على القدر، على السعة، على المقدرة، والنصح لكل مسلم. فما معنى المبايعة؟ كلمة البيعة دي مصطلح إسلامي صرف، ولا تجدوه إلا في الإسلام، البيعة. وفي حاجة اسمها بيعة عامة، وفي حاجة اسمها بيعة خاصة. وكلمة البيعة ارتبطت بما يسمى بالجماعات الإسلامية، لكني أتحدث الآن عن البيعة في المفهوم الإسلامي والمصطلح الإسلامي. البيعة هي عبارة عن مبايعة بين طرفين، واحد ببيع واحد، وكأن هناك مقابل معين فيأتف من البيع. ومعنى البيعة هي الوفاء بالعهد فيما اتفق عليه، انت وتؤخذ من مد الأيد، كل واحد بمد إيده للتاني، فهي بيعة، فهي صفقة، صفقة، كما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في مقابل، البيعة فيها مقابل. والبيعة في الإسلام لها أنواع متعددة، هناك 3 بيعات مشتهرة في الإسلام: بيعة العقبة الأولى سنة 12 من البعثة، بيعة العقبة الثانية سنة 13 من البعثة، بيعة الرضوان سنة 6 من الهجرة. دي أشهر 3 بيعات في الإسلام. البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى 12 رجل دول كانوا من الأنصار، بيعة العقبة الثانية سنة 13 وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، بيعة الرضوان سنة 6400 رجل، وكان بين النبي وبين المهاجرين لما أشيع أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد مات. وفي حاجة اسمها بيعة النساء، لما تمت صلح الحديبية وكانت النساء تأتي إلى النبي، ومن قبلها كان يأتي الرجال، وكان الرجال يأتي يردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة حسب ما اتفق عليه،
إلا أن النساء لما أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له يا أيها إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وفي البيعة على الإسلام، ناس كثير كده بيع نبي على الإسلام، أنا جاي أبايعك، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال أنا بايعت النبي، ولما النبي قال له تعالى أرسلك فتبزو فتغنم قال له ما على هذا اتبعك، أمال أنت جاي ليه؟ قال له اتبعتك عشان إيه؟ أدخل الإسلام وبس، ماليش في المال، فقال نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. وفيه البيعة على الجهاد، وفيه البيعة على الهجرة، ومن البيعة البيعة على السمع والطاعة، بايع النبي هو أن يسمع وأن يطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا إسلام بدون سمع أو طاعة. ينفع واحد يقول للنبي أنا مؤمن بيك بس يعني مش أسمع كلامك ولا أطيعك؟ لا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في أطيعوا الله والرسول، وفي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وآية النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالبيعة هناك البيعة على الإسلام، وهنا البيعة على السمع والطاعة في كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نستطيع هذا. النبي قال لهم إيه؟ لا تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. واحد يسمع لكنه لا يطيع فكأنه لم يسمع، وواحد يسمع ويطيع وهذا هو المطلوب، دي أهم شيء. كانوا يسمعوا النبي كده وبعد ما طلعوا من عنده يقولون ماذا قال؟ آنفا، ده قال إيه؟ ما يسمعناش. فلا مهم جدا مع السمع أن تكون هناك طاعة. فجرير بن عبد الله بيقول أنا بايعت النبي على السمع والطاعة، ولأن السمع والطاعة ما احنا بنسمع كتير، والطاعة قد تكون فيها ما فيها شيء من الصعوبة، بس في شيء أسمع وما أقدرش، إن دي طاقتي، إن دي قدرتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الإسلام دين الرحمة قال لسيدنا جرير بن عبد الله قول ها فيما استطعت، بس لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ده على قدر الوسع والطاعة. ولذلك قال إن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذا فيما هو في مقدور الناس. واحد يقول لك لا بس يا أخي الإسلام 16-18 ساعة صعب، صعب، لكنه في مقدور الناس، إنك تصحى تصلي الفجر صعب لكنه في مقدور الناس. هل في الطاعة مشقة؟ لكنها شقة، مشقة مقدور عليك. وانت تعالى النهار حوالي الناس ما بتصليش، وحوالي الناس ما بتعرفش ربنا، وحوالي الناس لا تؤمنوا بالله جل وعلا، بتقوم في نص الليل ولا لا من اجل لقمه العيش؟ بتقوم من اجل لقمه العيش وزي الفل ومبسوطه. اذا هناك مشقه في العبادات، الصلاه فيها مشقه، والصوم فيه مشقه، والزكاه فيها مشقه، والحج فيه مشقه، وذكر الله فيه مشقه، لكنها مشقه مقدوره، يقدر الانسان ان ياتي بهذه المشقه. فالنبي لما قال له فلقنني فيما استطعت قال والنصح لكل مسلم، ودي مهم قضية النصح لكل مسلم. حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه وهو في الصحيح عند مسلم رحمة الله عليه، النبي قال له الدين النصيحة، الدين كله نصيحة، وهو أصلا من أول النبي ما بيجي القوم يقول لهم اعبدوا الله بإيه؟ ما هي نصيحة، اتقوا الله دي نصيحة، صلوا نصيحة، صوموا نصيحة، لا تكذبوا نصيحة، فالدين كله نصيحة. ولخص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال للكل، هم قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث اللي معانا حديث جرير بن عبد الله بيقول والنصح، بايعت النبي على والنصح لكل مسلم، لكل مسلم الكبير ولا الصغير؟ الاثنين، الغني ولا الفقير؟ الاثنين، الرجل ولا المرأة؟ للاثنين، للحاكم ولا للمحكوم؟ ما؟ للاثنين، احنا بيجي كله. الناس بعض العلماء يقول لك العلماء اللي هم الحفيظة بس، يقول لك النصيحة تيجي عند الحاكم لا روح لحد بيته، روح لحد بيته، عارفين لو واحد راح لحد الحاكم لحد بيته
وصل لحد قصر يقول لها ايه اللي يحصل ده؟ لا وصل، عارفين ايه اللي يحصل. فتبقى النصيحة لكل الناس ليك، ده ربنا قال للنادي، والنصيحة لله سبحانه وتعالى تكون بصحة الاعتقاد وكمال الإيمان، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بصحة الاتباع، بصحة الاتباع وكمال الاقتداء، والنصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى بالعمل والتطبيق، والنصيحة لأئمة المسلمين بالسمع له والطاعة له ومعاونتهم وتقويمهم إذا اعوج. احنا بنقول بعضهم ياخذوا الحتة الأولية بس، اسمع وأطيع، ولو جلد ظهر وأخذ مال وطلع روح، روح اللي جابوك ده مش في الإسلام مش في الشرع. لو جلد ظهر وأخذ مالك بس بشرط إيه؟ يكون جلد الظهر وأخذ المال بحق، أما بدون حق فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة في باطل. للنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، وتبقى النصيحة لكل مسلم بعد كده لكل الناس، أنت تنصح وأنا أنصح، النصيحة للعالم وللأم وللكبير وللصغير، لكن ينبغي أن تكون النصيحة بالآداب التي فيه. النصيحة كلمة فيها ما فيها من الصعوبة، فتحتاج إلى نوع من أنواع الرأفة والرحمة والرقة وأنت بتقدمها، مش محتاجة انفعال، مش محتاجة صراخ، مش محتاجة عويل، والطرف الآخر مش محتاج تكبر. والنصيحة تحتاج إلى علم، إحنا أحياناً كده يبقى قاعدين بنتكلم في موضوع وتلاقي واحد يكون خبطها خبطة على طول، بعلم بدون علم، بجهل بدون جهل، ده كله مرفوض. لابد ان اما بقول حلال يبقى حلال ليه، حرام يبقى حرام ليه. وكلنا بحاجة الى النصيحة، كلنا، ابو شعر ابيض وابو شعر اسود، واللي ما عندوش شعر واللي عنده شعر، واللي حافظ القرآن واللي مش حافظ القرآن، كله يحتاج. وقد اجمل الشافعي رحمة الله عليه واحسن حين قال عن سورة العصر لو لم تنزل إلا سورة العصر لكافت الناس، حين قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مين تواصوا؟ الكل. والتواصي هنا فيها جانب التفاعل، مش واحد قاعد بس هو اللي بيقول والتاني كله بيسمعه، لا، أنت تقول واللي بيقول يسمع واللي بيسمع يقول، وأنتوا تقولوا لبعض. معنوية مهم جدا إن يبقى في عندنا صورة من صور التناصح فيما بيننا وبين بعضنا. وقد أحسن أحدهم شيخ يوسف حين قال ليس هناك أحد أكبر من أن ينصح ولا أصغر من أن ينصح. فيش واحد ما نشر النصيحة، لا، كل ينصح، كل كل كل، طالما فيه ما يوجب النصيحة، طالما فيه ما يوجب النصيحة يبقى مهم جدا إن هو ينصح، ومهم جدا أن ينصح الإنسان. يبقى النصيحة لكل مسلم، كل إنسان. والله يا أخوان إذا غابت النصيحة فسد المجتمع. في حاجة بيسموها في النظام الأنظمة الحديثة بيسموها مؤسسات المجتمع المدني. في حاجة بيسموها مؤسسات المجتمع المدني. إيه وظيفة مؤسسات المجتمع المدني؟ بيقولوا بتراقب، دي بتراقب الشعوب والأفراد والمؤسسات والأحزاب والحكومات. دي الوظيفة عندنا الموجودة في جملة الدين ها؟ النصيحة. دي مؤسسة المجتمع المدني اللي هي العين الساهرة، يقول لك السلطة الرابعة والسلطة الخامسة. احنا عندنا دي الوظيفة الأساسية اللي هي وظيفة النصيحة القائمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي قال الله جل وعلا عنها في وصف عباد الله المؤمنين في سورة براءة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعملوا ايه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انت عارفين فرعون ليه بقى فرعون؟ بس يا فرعون ايش فرعانك؟ ما لقيتش حد يردني، مش كده ولا ايه؟ فلما اسفونا انتقمنا منهم فرحناهم اجمعين. دي قضيه خطيره، الفرعون ما بيتفرعنش الا لما بيش حد بيقول له عيب عليك وخلي عندك دم واحترم نفسك، لان النصيحه غائبه. فاذا غابت النصيحه هتلاقي كده فرعون قاعد عمال يقول للناس انا ربكم الاعلى، اللي بشوفه هو ما فيش غيره، وانا فيلسوف وانا الطبيب وانا اللي ما فيش منه وانا اللي اعلم وانا اللي اعرف. على فكره بالمناسبه ده مش موجود في، انا اتكلم فقط على الراس الهرم من فوق، دي موجوده متاصله حتى فينا احنا في بيوتنا. الاب اللي ما بيلاقيش زوجه تقول له اتق الله واحسن كما احسن الله جل وعلا اليه،
والأولاد عندما يطرق لأبيهم الحبل على الغارب، والزوج لما تبقى القضية مش قادر يقول له زوجته كلمتين فتبقى القضية تحت. وقص على ذلك بقى البيت والمؤسسة والمدرسة وكل كل كل كل، لما تبقى العملية بهذه الصورة يفسد المجتمع. ولذلك صلاح المجتمع في قضية النصيحة، الدين الدين النصيحة بس، كل 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 الدين من أوله إلى آخره هو النصيحة. ولذلك النبي لما جاء سيدنا جرير قال له تعالى كده، في حديث ثاني يقول إن النبي بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. الصلاة لأنها حق الله، والزكاة لأنها حق مشترك بين الاثنين، أنا كغني بدي الفقير أو الغني بيدين. ثم الحق الآداب المحض اللي هو الايه؟ النصح. ودي يا أخوانا مهم جدا إنك تنصح، والنصح ينبغي أن يكون كما قلت بطريقة جميلة مهذبة رائعة راقية، تقدم لمن أمامك من الناس النصيحة، وعلى الطرف اللي قدامي اللي ما ينصحني أحد أتقبل هذه النصيحة. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك، ولا نكون ممن تأخذهم العزة بالإثم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده العصر دي بعد كمان لسه كده. ايوه اتفضل. ايه صحه الحديث اللي هو مريض العرب من شر القرب؟ ده حديث النبي، حديث صحيح في المحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين اصبعيه، ولا ويل العربي من شر قد اقترب. ده من ايام النبي، هو الشر اللي حين على حين. لكن هو الانسان حتى اذا وجد الشر في كل آل طالما ان الانسان مرتبط بالله لا يشغله شيء. آسيا زوجة فرعون، الشر كان حولها من كل حته. تخيل واحدة قاعدة في بيت واحد يقول انا ربكم الاعلى، وقضي الامر ومشي الحال والحمد لله رب العالمين. فلا تشغل نفسك بحديث الفتن دي، بيسموها حديث الفتن، وفيما هو اكثر من ذلك لا تشغل نفسك بها. انت هي الاحاديث موجوده، المهم انا بصلي ولا لا، بصوم ولا لا، بانصح ولا لا، كل هذا ينبغي ان يكون موجودا عندنا ان شاء الله تعالى. جزاكم الله.